طالما احتل الحوض المتوسطي حيزا واسعا من التاريخ وقبل ذلك من الجغرافيا، ضفتاه امتزج فيهما الشمال والجنوب والتفت حولهما الحضارات المتعاقبة لتشكل محور اهتمام الاتحاد الأوروبي وسياسته الجوارية التي ترتكز أساسا على بسط الحوار والتواصل وتمتين عرى الشراكة بين دول الضفتين، بما فيها تحقيق أقصى قدر ممكن من الأمن والاستقرار في المنطقة. ووعيا من حكومات وشعوب المنطقة جاء البرنامج الجهوي للإعلام والاتصال الذي بادر به الاتحاد الأوروبي وتباشره الهيئات والمؤسسات الإعلامية من دول عربية، جاء ليكون نافذة تطل عبرها كل الجهود المبذولة في سبيل ذلك. لنتواصل، هي الكلمة المفتاح التي خرج بها مشروع يوروميد نيوز إلى نور السمعي البصري، وهو بمثابة جسر ممدود بين ضفتي المتوسط تغدو فيه صور التطور التي بلغتها المجتمعات العربية وتجيء منه جهود أوروبا في ميدان الشراكة والحوار وسياسة الجوار. الشراكة اليورو متوسطية تتدعم بمشروع سمعي بصري رائد يوروميد نيوز. هذا المشروع الذي انطلق رسميا في أبريل 2009 تنجزه 6 تلفزيونات عربية وتموله اللجنة الأوروبية. يوروميد نيوز مشروع يهدف إلى تدعيم الحوار ما بين الثقافات مع شركائنا بالجنوب. يوروميد نيوز هدفه الترويج لسياسة الجوار الأوروبية وتشجيع الحوار ما بين الثقافات. يوروميد نيوز مشروع رائد في مجال تبادل الأخبار والأحداث حول ما يجري في منطقة البحر الأبيض المتوسط. على مدار سنة كاملة تقوم هيئات التلفزيون بكل من الجزائر، الأردن، سوريا، لبنان، المغرب وليبيا بإنتاج وبث وتبادل 300 موضوع إخباري، 40 مجلة وتسعة أفلام وثائقية تتمحور حول مشاريع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الضفة الجنوبية من المتوسط. الاتحاد الأوروبي يعطي أكثر وضوح ورؤية وإبراز لمشاريع التنموية في جنوب بحر المتوسط، ونحن كتلفزيونات عربية مجالنا أن نعطي صورة أهم أوضح وأكثر إيجابية لمجتمعاتنا. يوروميد نيوز هذا الجسر الممدود بين ضفتي المتوسط لتكريس لغة الحوار والتواصل والسلام، سيمكن الهيئات المشاركة من إيصال صورة تعكس تطور المجتمعات العربية في مختلف المجالات. هدف المرجو بلوغه من خلال هذا المشروع هو إعطاء الصورة الحديثة، الصورة الجديدة لدول الجنوب. هذه المنتجات سيتم بثها على نطاق واسع في المنطقة العربية وأوروبا من خلال شبكة التبادل التابعة لاتحاد الدول العربية، شبكة الأوروفيزيون، وكذا شبكة الإنترنت عبر موقع يوروميد نيوز، ضمانا لوصولها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور خاصة فئة الشباب. هدفنا هو الوصول إلى فئة الشباب لأنهم بنات المستقبل. هذه الحركية التي تشهدها الساحة السمعية البصرية المتوسطية من شأنها أن تكرس التعاون اليورو متوسطي لنشر قيم التواصل والتسامح والسلام. من المهم أن ننقل صورة جميلة عن منطقتنا بعيدا عن الأزمات والتناحرات. مشروع يوروميد نيوز هو أيضا تجربة رائدة في مجال التعاون العربي، حيث سيدعم آليات التعاون والتبادل والإنتاج المشترك. مشروع يوروميد نيوز يرسم أفق جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط، والهدف منه هو إظهار مدى التعاون الأوروبي مع دول عربية في الضفة الجنوبية. فرصة للتعريف التقارب والمقاربة بين دول البحر الأبيض المتوسط، ومن المفهوم الإنساني والبشري لتلاقي الحضارات، ومزيد من التعاون بين الدول العربية والدول الاتحاد الأوروبي. سيشكل نواة لإنتاج أو لوضع آلية لإنتاج مشترك
بين التلفزيونات المطار. نحن متشوقون لرؤية ما ستنتجه هذه الفرق العربية المختلطة من أخبار ومجلات وأفلام وثائقية، مما سيشجع الحوار الثقافي الذي تصب إليه اللجنة الأوروبية من خلال هذا المشروع. ولأنها حقا جارتنا، انصب مشروع يورو جار أو أوروبا جارتنا، انصب على تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط، فضاء إعلامي جديد بشبكة من التبادل الإعلامي عبر مجموعة من الصحف العربية واللبنانية، بالإضافة إلى قناة الـ LBC اللبنانية، كل هذا في سبيل التعاون والشراكة بين الدول المستفيدة من سياسة الجوار الأوروبية. أوروبا جارتنا أو ما يعرف اختصارا بأوروجار مشروع إعلامي متعدد الوسائط تموله اللجنة الأوروبية بما قيمته 1.5 مليون يورو، وتنجزه رابطة تتكون من عدة مجموعات صحفية وتلفزيونية لبنانية وعربية تحت إدارة لوريان لجوغ. هالمشروع بيضم ائتلاف شركاء من أوريان لوجور اللي هي بدرت بالمشروع وبتترأس الائتلاف لمجموعة صحفية، والحياة اللي هي مجموعة صحفية عربية، ومؤسسة الـ LBC اللي هي مجموعة محطات لبنانية وعربية. يعنى أوروجار بتغطية نشاطات الاتحاد الأوروبي بالضفة الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط، وتسليط الضوء على مشاريع الشراكة بالدول المستفيدة من سياسة الجوار الأوروبية. الغاية من هذا المشروع هي مساعدة الصحفيين عن طريق الممارسة على تسليط الضوء على المشاريع التي لم تعرف رواجا إعلاميا. لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، المغرب، تونس، الجزائر ومصر هي الدول التي تدخل ضمن المنطقة التي يعكف برنامج أوروجار الإعلامي على تغطية مشاريع الشراكة بها. أوروبا جارتنا سينقل صورة عن التمازج الحضاري الحاصل بين أوروبا والدول المتوسط. يتكفل أوروجار بإنجاز نافذة إلكترونية تعرض 64 روبورتاجا مصورا وتنشر أكثر من 100 مقال صحفي، بالإضافة إلى 32 حصة تلفزيونية. مشروع بشكل عام والمقالات يعني الحياة يعني رح تنشرها بتتوجه لقراء ومشاهدين بشكل أساسي الشباب وصناع القرار. أوروجار سينقل أيضا إلى الضفة الشمالية من المتوسط ديناميكية مجتمع عربي بعيون وأقلام عربية. ولأن الأمم والشعوب تضمن استمراريتها من خلال ماضيها وتاريخها، اتجهت بل وتوسعت دائرة شراكة الإعلامية دائما بين ضفتي المتوسط، اتجهت إلى إنشاء مشروع مدمام أو ذاكرة المتوسط، مشروع يحمل في صلبه ضرورة حفظ الذاكرة وصيانة الأرشيف، ومنه الإبحار في مختلف الحقب التاريخية والحضارية التي تعاقبت على المتوسط. لا ميموار دو لا ميديتيراني باختصار مدمام، مشروع متوسطي غايته حفظ ذاكرة المتوسط عن طريق إنشاء نافذة إلكترونية تعرض 4000 شريط من أرشيف المنطقة الغنية بتاريخها وتقاليدها وثقافتها. فكرة إنشاء الموقع جد إيجابية، كون كل التلفزيونات استفادت من الدعم التقني والمادي لحفظ 4000 شريط من أرشيف المنطقة. في
فكرة المشروع التي بدأت تتبلور ستتجسد في غضون 2011 بتمويل من اللجنة الأوروبية بما قيمته 2.5 مليون يورو. هذا المشروع سيمكن الجمهور الواسع من الاطلاع مجانا على الذاكرة السمعية البصرية للمتوسط. مدمان سيشكل ملتقا حقيقيا للإرث الحضاري ل23 دولة مصنف إلى 6 محاور بما فيها التاريخية والثقافية والسياحية. يتعلق الأمر بإنشاء موقع جماعي يكون في متناول الجميع من طلبة وباحثين ومهنيين، البوابة مخصصة للإرث الحضاري السمعي البصري للمتوسط. اقترح المشروع ويشرف عليه المعهد الوطني للسمعي البصري إنا بالشراكة مع الكوبيام الأوروفيزيون، بالإضافة إلى العديد من المحطات التلفزيونية المتوسطية والمنظمات الثقافية وكذا المنتجين الخواص. تعلق الأمر بإنشاء بوابة إلكترونية تزودها كل دول المتوسط بذاكرتها السمعية البصرية، ستكون جاهزة في غضون 3 سنوات وربما أقل. بما أن مستقبل الشعوب مرهون بذاكرتها، فالحفاظ على الأرشيف حفظ للذاكرة. ناقوس الخطر بدأ يدق، آلاف الساعات من تراث المنطقة تتعرض يوميا للتلف، لذا توجب على البلدان المتوسطية إعطاء الأرشيف عناية أكبر لحفظه من الزوال ونقله على وسائط حديثة لتستفيد منه الأجيال الصاعدة وتتعرف على الثراء الثقافي والإرث الحضاري لهذه المنطقة المتأصلة في أعماق التاريخ. انضمام المشروع بيحمل هدفين، الهدف إن احنا نحتفظ بالتراث بتاعنا ونقله على وسائط حديثة، الهدف الثاني ان احنا نبين هذا التراث وننشره في المنطقه العربيه وفي حوض البحر المتوسط من خلال الموقع اللي عملوه على المدنم. الحاجه الثالثه ايضا ان احنا نتبادل هذا التراث مع دول المنطقه العربيه والبحر المتوسط. مدمام مشروع تدعمه كل الدول الاعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط لتكريس التقارب والحوار ما بين الثقافات بغية بناء هوية متوسطية مشتركة. كان هذا إذن مشاهدينا مضمون العدد الأول من مجلة يورومد نيوز، فيما ستكتشفون في أعدادنا المقبلة محاور جديدة حول سياسة الجوار الأوروبية وبرامج الشراكة والتعاون بين دول المتوسط. تواصلوا معنا عبر موقعنا الإلكتروني. إلى اللقاء. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من مجلتنا المتوسطية، والتي خصصت فيها فقرات ثلاث لتلقي الضوء على أهم المشاريع التي تنفذها المفوضية الأوروبية في بعض البلدان العربية. من المتوسط، هذا هو العنوان الذي تحمله مجلتنا لهذا اليوم، وتحتوي في طياتها المشاريع التي جاءت نتاج ثمار تعاون مشترك بين الدول المشاركة في مشروع يورو ميد نيوز. التأهيل والعصرنة فرص تطمح المؤسسة العمومية الجزائرية للوصول إليهما من خلال برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة B3A باستخدام آليتي التوأمة والتايكس وبدعم يبلغ 10 ملايين يورو. بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة أبرم سنة 2005 وسيدخل حيز التنفيذ رسميا سنة 2017،
وبين التاريخين فترة تخصص لتأهيل الاقتصاد الجزائري وتكييف تشريعاته وقوانينه مع الإدارة الأوروبية. 10 ملايين يورو خصصتها اللجنة الأوروبية لتحقيق هذا الهدف عبر برنامج بيتخوازا، مهمته دعم تنفيذ اتفاق الشراكة. هو برنامج موجه بالأخص للإدارة العمومية الجزائرية، يساعد الوزارات والهيئات المكلفة بتجسيد اتفاق الشراكة. هو برنامج تحت الطلب، فالإدارة الجزائرية هي أدرى بما تحتاجه من تأهيل، ولها أن تطلب ذلك من مثيلتها الأوروبية. تعكف السيدة إنغريد شنايجر من مفوضية اللجنة الأوروبية بالجزائر على إطلاع الطرف الجزائري بشكل يومي بكل خصوصيات هذا البرنامج الذي استحدث لأول مرة في الجزائر آليتين جديدتين لعاصمة الاقتصاد الجزائري هما التوأمة والتايكس. لأول مرة تمنح للاقتصاد الجزائري فرصة للاستفادة من آليتي التوأمة والتايكس، الأولى تتحقق بطلب من الإدارة الجزائرية وتمكنها من الاستفادة من الخبرة الأوروبية لمدة تفوق 2 سنين. أما التايكس فهو موجه للمساعدة التقنية. تسير هذا المشروع مهمة أوكلت إلى وزارة التجارة الجزائرية. الوحدة المشرفة على هذه العملية تضم منذ اليوم خبراء جزائريين وأجانب، وبعد أقل من 4 أشهر دراسة لعشرات الطلبات الخاصة بالتوأمة والتايكس. الوحدة التسيير تاع البرنامج تتعامل كيف تتعامل مع الوزارات ومع كل الإدارات فيها، مما يسمى لو بوان فوكال في كل وزارة في كل إدارة اللي معنية بتنفيذ عقد الشراكة في إطار اللي يسموه لو بوان فوكال، حنا نتعاملوا معه مباشرة. هو يمد لنا حنا نطلبوا حنا. إذا مثلا باش نديروا مشروع التوأمة أو مشروع التايكس لازم يكون الطلب. فريق المساعدة التقنية يتكون من 5 خبراء، مهمتهم هي دعم وحدة تسيير المشروع على مستوى كل مستوياته. فنحن هنا لشرح الآليتين التوأمة والتايكس، وكل خبير متخصص في مجال محدد، بمعنى أننا نقوم في نفس الوقت بمساعدة تسيير هذا المشروع وكذا ضمان المساعدة التقنية والتأهيلية للمؤسسات العمومية الجزائرية المنطوية ضمن آليتي التوأمة والتايكس. الوكالة الوطنية الجزائرية للصناعات التقليدية تعمل منذ سنوات على ترقية هذا القطاع ومرافقة الحرفيين الجزائريين في إبداعاتهم، غير أنها لا زالت بحاجة من التأهيل خصوصا في مجال التسويق والتصدير. إدارة هذه الوكالة تنتظر مزيدا من الفائدة بعد التوأمة مع مثيلاتها الأوروبية. احنا كمؤسسة يعني ترقية الصناعة التقليدية شفنا بلي عندنا يعني مكانة في صادرات. احنا عندنا يعني ايمان قوي بان الصناعة التقليدية لها حظوظ يعني في الاسواق الاوروبية، وبهذا صدد وضعنا بطاقة تقنية لكي نوصل واحد المستوى تاع التأهيل، واحد المستوى تاع الجودة في المنتوج، وتكون للمنتوج الجزائري نتكلم في الصناعة التقليدية تكون عنده حظوظ ومكانة للتسويق. عشرات الهيئات العمومية الجزائرية الأخرى تقدمت رسميا بطلبات مماثلة للتوأمة والتايكس مع الإدارة الأوروبية. مدة برنامج بيتخوازا هي في نظر المختصين والخبراء خطوة أخرى للإدارة الجزائرية نحو التأهيل والعصرنة. المناهج التعليمية في الأردن ومن خلال برنامج تيمبوس الممول من الاتحاد الأوروبي قطعت خطوات كبيرة لمواكبة متطلبات العصر ورغبة في التطوير والإبداع في المجالات العلمية. قدم هذا البرنامج أفكارا حديثة لرفع سوية التعليم وتوفيره بطريقة متقنة وبكلفة معقولة. رأس المال البشري هو أثمن رأس مال، والموارد البشرية تشكل محركا قويا للتنمية، فالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي هو الركيزة الأساسية لتطور الشعوب. فمن خلال شراكة حقيقية مع المؤسسات الأوروبية برز برنامج تيمبوس الذي صمم للمساعدة على ترجمة المبادرات الخلاقة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على تطوير المناهج التعليمية. في مجال التعليم العالي قدم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003 حتى الآن
منح لحوالي 26 مشروع تقريبا لتطوير المناهج وتحديثها وتحديث أيضا التدريس ونوعية التعليم العالي وملائمته لسوق العمل. برنامج تنبس انطلق عام 90 وهو أحد برامج التعاون في مجال التعليم لمساعدة الباحثين والأفراد وتعاون المؤسسات عبر المنح والمشاريع لتحسين نوعية التعليم والخدمات المقدمة للطلاب. نستخدم التكنولوجيا بشكل ناشط جدا، نقوم بتوفير المناهج العلمية المحوسبة المبنية على المنهاج الأردني لكن بطريقة تفاعلية بتساعدهم على السماع الأفضل، على اللفظ الأفضل، بالإضافة اللي بتوفر لهم مواد إثرائية تعليمية جديدة. ونتيجة لمواكبة متطلبات العصر يرى الكثير من أولياء أمور الطلبة أن المناهج بحاجة ملحة للتغيير بعد توجه عدد كبير من الطلبة إلى الدروس الخصوصية لعدم القدرة على استيعاب المعلم أو الدرس. فكثير من المواد لا يحتاجها الطالب وبتكون موجودة هذه وتشكل عبء على الطالب، لا يستطيع أن يفهم مثل هذه المواد إلا بدروس خصوصية، وهذا مكلف لأولياء الأمور ولمداخيلهم. نحن بحاجة إلى استمرارية لنقل الطالب إلى العمل إلى التطبيق، يمكن نفسه لما يخلص المرحلة الثانوية يطلع يكسب عيشه. الدعم الأوروبي الواسع لنظام التعليم في الأردن يهدف إلى رفع سوية التعليم وتوفيره بصورة متقنة وبكلف معقولة وتكييفه ليتلائم مع الاحتياجات المتغيرة في أسواق العمل الداخلية والخارجية. قرى الأطفال SOS ومهارات الأمومة التي صقلها برنامج تدريب خاص للأمهات في الرعاية البديلة وباختتام عام الثالث بتمويل أوروبي يجمع بين الإرادة والإدارة وحسن التدبير في قرى الأطفال في دمشق. أطفال تدخلت الأقدار في حياتهم لتجعل ذويهم يرحلون عنهم أو يتخلون عنهم. قرى الأطفال المحرومين SOS في سوريا توفر الأسرة البديلة للطفل المحروم فتعوضه عن العائلة التي فقدها وتقدم له ما يحتاجه من تعليم ورعاية تربوية وصحية، بل وتمده بأسباب الحياة القويمة. فنحن نقبل الأطفال عنا، هون بالأطفال عنا 12 بيت، كل بيت يتراوح الأعداد بين 6 إلى 9 حد أقصى، توجد فيه عليه أم بديلة بتعامل الأولاد، والأولاد بيعاملوها مثل بين الأم وابنها والأم وابنه وأمه، فبتقوم برعايتهم من وإلى كأي بيت موجود في بالمجتمع العادي، إنه بترعاهم من ناحية الطبابة، من ناحية الدراسة، بتاخذهم مشاوير، بترفه عنهم، بتساعدهم بأعباء المنزل، بتساوي لهم الفطور، الأكل، الغداء، العشاء. فنحن هذا كلياته عم نسعى إنه نحن كمان الأم هي المسؤولة الأولى بالبيت ونحن بندعمها هون كإدارة قرية. الدعم جاء عن طريق إطلاق جمعية قرى الأطفال في سوريا لبرنامج تدريب الأمهات البديلات الذي تموله بعثة المفوضية الأوروبية في دمشق. البرنامج أتم عامه التدريبي الثالث بنجاح، 19 مربية أتممنا مرحلة التدريب الأساسي في هذا المشروع الذي يعد جزءا من المبادرة الأوروبية لدعم حقوق الطفل. كان تدريب على مهارات الحياتية ونمو الطفل والأسرة والأخلاقيات وحماية الطفل. جلسات التدريب بالفعل كانت متنوعة، لم يقتصر التدريب فيها على أهل الاختصاص التربوي والنفسي، بل شارك فيها أيضا رجال دين مسلمون ومسيحيون في نصح وإرشاد الأمهات البديلات ليكن خير مربيات. المدربين اللي اشتغلنا معهم بما أنه التدريب تشاركي خلال 3 سنين قدرنا نتعاون مع الكثير من المدربين والأخصائيين ودكاترة الجامعة والخبراء في مجال رعاية الطفولة ورعاية الطفولة المبكرة، وهذا وسع رقعة النتائج ووسع الفوائد. منذ بدء المشروع حصلت 55 امرأة على شهادة للعمل في مجال رعاية الأطفال المحرومين بعدما اكتسبنا مهارات حياتية في نواحي نمو الطفل وحياة الأسرة، حيث تنمو داخلها روابط عائلية بصورة طبيعية لا تختلف عن أي أسرة خارج القرية.
إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من مجلتنا المتوسطية، والتي كانت اليوم تحت عنوان من المتوسط، وكنا قد اصطحبناكم في عدة محطات عربية. إلى اللقاء. أهلا بكم. المرأة باختلاف مراكزها ووظائفها عنصر فاعل في مجتمعاتنا المتوسطية، وعليها تنبني مجموعة من العمليات الإنمائية. وفي هذا العدد من برنامج من المتوسط سنخصص ملفا كاملا للمرأة. إنتاج مشترك تتجسد فيه ثلاثة نماذج من الأردن، سوريا والجزائر، تبرز فيه المرأة بتفاعلية كبيرة في مجتمعات تؤثر وتتأثر فيها. إليكم فهرس هذا العدد. من الجزائر، موقع إلكتروني لجمعية مدنية تعرف النساء والفتاة الجامعية بحقوقهن المدنية. أما من سوريا، طموحات كبيرة في قرى صغيرة من خلال مشاريع صغيرة لصالح المرأة الريفية. ومن الأردن، تقف المرأة في الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإعاقة. من الجزائر، الجمعية الوطنية المرأة في اتصال وبدعم من الاتحاد الأوروبي أطلقت موقعا إلكترونيا لتحسيس الفتيات الجامعيات بحقوقهن المدنية. الجمعية تعنى بالبرامج الثقافية وتقيم دورات تدريبية للصحفيات، كما تسهم أيضا في إنجاز بحوث جامعية. مثل هذا التواصل يعد بالعشرات في اليوم الواحد. هو نشاط جمعية نساء في اتصال التي جعلت من فكرة التواصل بين مختلف شرائح النساء هدفا لها. جمعية نساء في اتصال تنشط منذ سنة 2002 في هذا المجال. أعضاؤها نساء متطوعات أغلبهن من الجامعيات، استفدن من العديد من التكوينات، وهن أيضا القريبات من الوسط الجامعي لتعريف الطالبات بحقوقهن. أنا من بين المستفيدات في برنامج الذي نظمته جمعية المرأة في اتصال والممول من طرف الاتحاد الأوروبي. استفدت، je suis en fait bénéficiaire de deux formations. L'approche genre qui مقاربة الجندرية وال التركيب الرقمي. المونتاج اوديو نيميريك. هذه الاعمال التي استفدت منها هي التحقيق الميداني في ولايه الجزائر، ولايه بومرداس، وولايه تيزي وزو. يعني قمت بالتحقيق.